أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد أسبوعيا من القاهرة. كلمات قالتها ماجدة الرومي، ولا أعرف لماذا أستعيدها كلما عدت من أي اجتماع عربي، استثنائي كان أم عادي، فالجميع يؤكد أن القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العربي، ولكن عندما أبحث عن ترجمة لهذا القول لا أجد سوى كلمات. وكأن قدر القضية الفلسطينية في محصلة الاهتمام العربي هي تلك الكلمات. ربما أكون مبالغة أو اقتربت من الواقع. على أي حال، مخرجات الاجتماعات العربية هي موضوع هذه الحلقة. أما ضيفي الكريم هو الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور حسن. يعني ربما دائما ما نتوجه للمنظمة الأممية ومجلس الأمن لتفعيل القرارات التي تخرج عنها بشأن القضية الفلسطينية، أليس من الأجدى أن نتوجه للعرب وما يخرج عنهم من قرارات؟ والله شوفي، يعني احنا لابد ان احنا نعترف بانه بيت العرب هو الجامعة العربية، وانه يعني مهما يعني تحدثنا فلابد ان يكون هناك دعم عربي واضح. يعني اظن انه الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية العرب، يعني بصرف النظر عن تقييمنا له، لكن كان اساس ان هو يؤكد من خلال يعني تصريحات الامين العام وتصريحات الوزراء المختلفين بالظبط على انه القضية الفلسطينية هي قضية مركزية للعرب. ليه؟ لأنه حضرتك يعني تشهدي حالة من حالات الصراع والتفكك في المنطقة العربية بدرجة كبيرة جدا، كأنه كان نوعا من الإلهاء الحقيقة عن القضية الأساسية، أنه كل العرب يصبحوا مشغولين يعني أعبائهم الداخلية وأوضاعهم الداخلية، منصرفين عن هذه القضية التي بدأت يعني في اتجاه التصفية إذا جاز التعبير. فالتأكيد النهاردة من خلال وزراء الخارجية ومن خلال الأمين العام للجامعة هو تأكيد على ثوابت حقيقية. كان محتاجين الحقيقة في هذا التوقيت الدقيق يا أستاذة نجوى أنه يتم التأكيد على أنه القضية الفلسطينية لن تغيب، لن تغيب لدى العرب ولن تغيب لدى الفلسطينيين أنفسهم، وأنه كل محاولات التصفية التي تبذلها القوى الكبرى سوف تذهب أدراج الرياح. يعني ده في حد ذاته للمرة الأولى أنا بعتبر خطوة إيجابية، يتلوه بالتأكيد خطوات مطلوبة، ولكن ليس جديدا. يعني بين طبعاً قوسين، حتى يعني ما ذكرته أكد عليه السيد أحمد أبو الغيط عندما قال واهم من يتخيل أننا ننسى القضية الفلسطينية في ظل زخم القضايا الأخرى. صحيح. الجدة جت منين الحقيقة يا أستاذة نجوى؟ الجدة جت من دقة التوقيت، أنه حضرتك بتكرري هذا الكلام صحيح قبل كده تمام، لكن كان في جهود بتبذل وجهود تنجح وجهود تفشل، لكن النهاردة زي ما قلت لحضرتك كده الخريطة كلها تتغير، وبالتالي كان مرشح أكثر القضايا أنها تتغير أيضا هي القضية الفلسطينية. فدقة التوقيت هي اللي بتفرض أن هناك شيئا جديدا. صحيح، مطلوب بقى أنه يتلو هذا الأمر إجراءات حقيقية على الأرض. يمكن حضرتك تعلمي أنه من مخرجات الاجتماع أنه تشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة الأنشطة الإسرائيلية يعني في القارة الإفريقية وغيرها، يعني كنوع من الدعم أيضا. حضرتك تعلمي أيضا أنه التحضير للقمة العربية المزمعة في تونس، نتصور أنه هناك طرح عربي لدفع القضية الفلسطينية إلى الأمام. يعني التأكيدات على أنه مسار التسوية السياسية لابد أن يعود مرة أخرى، ده أيضا لابد أن يجد أذنا صاغية. مين هي الأذن الصاغية دي؟ لابد أن تتوافر إيرادات بقى لدى الدول التي تضغط على إسرائيل. الفلسطينيين دائما يمدون يدهم بالسلام، الرئيس محمود عباس يؤكد دائما أنه مستعد للدخول في المفاوضات، أنه يرفض تماما كل القضايا التي تدفع إلى التصفية، يرفض كل المسارات التي تدفع حتى إلى الانقسام، ويدعو دائما إلى الوحدة الفلسطينية، ويدعو كل الفصائل إلى الانضمام في لحمة واحدة. بقي مين؟ بقي الحقيقة الأدوات، أدوات الضغط، الولايات المتحدة، القوى الكبرى التي تستطيع أن تضغط على إسرائيل. برضو الجدة جت منين يا أستاذة نجوى؟ أنه في هذا التوقيت حضرتك تعلمي أنه إحنا يعني نقترب من أوقات الانتخابات في إسرائيل، وبالتالي يعني في مزايدات كبيرة جدا، وفكرة التوصل إلى حلول سياسية للقضية الفلسطينية في غير صالح إسرائيل برضو مسألة مستبعدة. فتأكيد العرب على أن الدعم مستمر، على أن الموقف قائم كما هو، أن الصمود الفلسطيني ثابت، أن هناك تأكيد على تحية هذا الصمود، ده في حد ذاته بيمثل يعني دفعة كبيرة جدا للشعب الفلسطيني. بكل تأكيد، يعني كما ذكرت دكتور حسن، ربما تخوفي أيضا مما ذكرته، يعني الانتخابات الإسرائيلية على الأبواب، وكرابين الدماء التي يقوم بها أو تقوم بها الحكومة الإسرائيلية دائما لتقدمها للشعب، وكأنها تتقرب إليه بتلك الدماء الفلسطينية الذكية. حتى كوشنر عندما قال إنه سيؤجل الحديث عن صفقة القرن حتى بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، وكأن إسرائيل بالنسبة لهم محور الكون.
شوفي احنا لابد برضو نكون يعني واقعيين، احنا يعني عارفين كويس قوي اهميه اسرائيل بالنسبه للولايات المتحده، وعارفين كويس قوي انه الانحياز الامريكي هو انحياز اعمى لاسرائيل، ويمكن في ظل اداره ترامب هو اكثر من غيره من الرؤساء الامريكيين، هو الذي قام بنقل السفاره من تل ابيب الى القدس، هو الذي دفع دولا اخرى اوروبيه وامريكيه لاتينيه انها تحذو حذو وان كان يعني درجات مختلفه. يعني حضرتك تعلمي ان الارجنتين بدات البرازيل والمجر كمان المجر هتفتح المجر مكتب هتفتح مكتب بالظبط المجر هتفتح مكتب ورئيس البرازيل احتمال يعني يزور بدايات ابريل ده حقيقي. فالتقارب الامريكي الاسرائيلي والانحياز الامريكي لاسرائيل اعمى ومستمر بدرجه كبيره جدا، ده واقع لابد ان احنا نتعامل معاه، لابد ان احنا نستثمر بقى اوراق الضغط المتاحه لدى العرب، على الاقل ورقه الضغط ان يكون هناك موقف عربي موحد، ان يكون هناك موقف عربي ثابت، واظن انه ده كان واضح ايضا في مخرجات اجتماع وزراء الخارجيه، التاكيد على ان مبادره السلام العربيه التي تم اقرارها قبل 17 عاما هي الاساس الذي ينبغي ان نبدا عليه. تمام، فكرة تصفيه بقى قضيه اللاجئين وغيرها والحدود والقدس وغيرها دي لابد ان تكون على طاوله المفاوضات باعتبارها مفاوضات الوضع النهائي. تمام، فكرة التسويه العادله والشامله وحق الفلسطينيين في دولتهم العادله ده ايضا كان تاكيد من مخرجات وزراء الخارجيه العرب. ننتظر بقى اجراءات اخرى، يعني ضغوط اقتصادية معينة، استثمار أوراق أخرى في التعامل مع الولايات المتحدة يعني لتضغط على إسرائيل. يعني ربما هنا النقطة التي يعني كنت أود أن أصل إليها وأنت وصلت إليها بنفسك، يعني كنت أريد بعد كل هذا التأكيد ربما إذا تابعنا الاجتماعات العربية المتوالية القمم العربية تؤكد على صدارة القضية الفلسطينية، مركزية القضية الفلسطينية، حتى لو العرب كانوا منحازين للقضية الفلسطينية فهو انحياز عادل. صحيح. ليس انحياز أعمى كما تقوم الإدارة الأمريكية، فالعرب هنا أقوى، ولكن لا توجد تفعيل لتلك القرارات ولا يوجد ضغط حقيقي. يعني جميل جدا إن أنا بأدين المستوطنات، ماذا فعلت؟ أنا ضد أن تنقل سفارة إلى القدس، ماذا فعلت؟ صحيح. شوفي يعني انا اتفق مع حضرتك انه الدعم العربي هو دعم لقضيه عادله، تمام، يعني ولحق مسلوب ولارض مغتصبه. تمام، خلي بال حضرتك يعني ده في حد ذاته مثل اضافه جيده جدا للسلطه الفلسطينيه، الجهود التي تبذلها السلطه الفلسطينيه كمان حققت نجاحات. يعني النهارده لما ترأس فلسطين مجموعه 77 ده إضافة حقيقية، ده إقرار ليس من العرب وحدهم ولكن إقرار من العالم كله بأن فلسطين دولة وأن قضيتها عادلة وأن الفلسطينيين من حقهم أن يتمتعوا بأرضهم المسلوبة منذ سنوات طويلة، ده إقرار من العالم كمان يا أستاذة نجوى مش العرب فقط. كل تأكيد. خلي بال حضرتك من أمر آخر، أن هناك آلية للتنسيق نشأت حديثا، تمام، من خلال الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ودولة فلسطين، دي آلية رباعية تم الاتفاق عليها في ديسمبر من العام الماضي. دي فايدتها ايه الحقيقه؟ هي اكتساب مزيد من الزخم خصوصا عند التصويت في قرارات معينه، سواء بقى في الجمعيه العامه، في مجلس الامن، في غيره، حضرتك بتكتسبي زخما جديدا، بتكتسبي مؤيدين، بتكتسبي ارضيات حقيقيه تساند القضيه الفلسطينيه. انا اتصور انه رغم يعني هذه الدماء لم تذهب هباء يا استاذه نجوى الحقيقه، الدماء حصدت بالفعل ايجابيات، حصدت مكاسب على الارض، حصدت مكاسب دبلوماسيه وسياسيه واحترام العالم باسره للسلطه الفلسطينيه ولصمود الشعب الفلسطيني. نعم، وبالتاكيد يعني كما ذكرت ربما لو كانت قياده غير القياده الحاليه، قياده السيد الرئيس محمود عباس، تلك الجهود والزخم الذي يقوم به من دوله لاخرى ومن منتدى الى اخر هو الذي جعل دائما القضيه الفلسطينيه في مركز الصدارة، وجعل العرب يعني ليس لديهم سوى أن يدعموا هذا الرجل الذي يطوف البلاد شرقا وغربا من أجل أن يجد تحقيقا لمطالب شعبه المشروعة والحصول على أرضه كاملة. شوفي فترة النضال والكفاح اللي قام بيها الرئيس الشهيد ياسر عرفات يكملها الان النضال السياسي من خلال والدبلوماسي. نعم بالظبط، النضال السياسي والدبلوماسي من خلال الرئيس محمود عباس. انا اتصور انه حنكه الرئيس عباس هي التي اوصلتنا الى هذه المكاسب. يعني حكمه الرئيس عباس كمان الحقيقه ورؤيته المتسعه هي التي اوصلتنا الى ما حققناه من مكاسب، انا بعتبرها مكاسب على الارض الحقيقه. ان حضرتك يبقى لك اعتراف دولي، اعتراف من الدول جميعا، وان ترأسي تنظيما دوليا له تاثير في العالم، دي مساله. وقبل ذلك الحصول على عضويه، الحصول على عضويه بالظبط، اقصد ان دي كلها مكاسب الحقيقه تنسب الى القياده الفلسطينيه الحكيمه، القياده الفلسطينيه اللي لها رؤيه كبيره جدا انه تستطيع ان تحقق سياسيا مكاسب تفوق بالتاكيد
فكرة الكفاح المسلح، فكرة الكفاح المسلح يتم إقرارها وكل حاجة، لكن فكرة النهاردة النضال السياسي تستطيعين من خلاله أن تحققي مكاسب أكبر بكتير. هذا النضال السياسي يحتاج دعما عربيا، يحتاج دعما عربيا حقيقيا. علشان كده احنا محتاجين الحقيقة يبقى في أجندة واضحة في القمة العربية المزمعة في تونس. ماذا سيفعل العرب بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ ده سؤال الحقيقة ننتظر إجابة عليه واضحة. كيف سيستثمر العرب أوراقهم للضغط على الولايات المتحدة حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية؟ تمام؟ للعودة إلى مسار المفاوضات مرة أخرى. كيف سيمكن مقاومة كل الجهود التي تبذل لتصفية القضية الفلسطينية فيما يعرف بصفعة القرن أو صفقة القرن؟ كل ده الحقيقة العرب أعتقد أنهم الآن يعدون ملفاتهم. ماشي، ما هي أهم الأوراق يعني بالنسبة للبرازيل؟ هل نكتفي بالذهاب بلجنة وزارية لإقناع الرئيس البرازيلي، ولكن التلويح بأوراق ضغط ولا نذهب؟ يعني ربما أكون لا يعني لست دبلوماسية، ولكن أنا أتحدث بمنطق العقل، وأنا أعرف أن المصالح هي التي تحكم أشياء كثيرة. المصالح تستوجب أيضا لقاءات، لأنه أحيانا اللقاءات بيدور في كواليسها ما لا نراه أمام الإعلام، وحضرتك تعلمي هذا الكلام. تمام؟ يعني نستطيع أن احنا من خلال كواليس هذه اللقاءات أن احنا نوافق على أمور أو نتفق على أمور أو نتقارب في وجهات نظر، ثم تعلن بعدها بفترة أمام الإعلان. أنا أتصور أنه الذهاب له إيجابياته وأوراق الضغط لها إيجابياتها، كل يعني إطار بنستخدمه له إيجابياته. ولكنه أعلن في العلن يا دكتور حسن، يعني عندما هو يعلن في العلن غير مبالي بالدول العربية ولا بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، لماذا نحن نذهب ونتشاور خلف الأبواب المغلقة؟ أنت اللي في إيدك النهاردة أنك تحاولي إقناع هذه الدول، اللي في إيدك النهاردة أنك تبذلي الجهد الدبلوماسي والسياسي الحقيقي لكسب مزيد من المؤيدين، تمام؟ وبعدين يتلو بقى زي ما حضرتك اتكلمت كده عن المصالح الاقتصادية، مصالح عسكرية، مصالح ثقافية، كلها تستطيعين أن تستخدميها كأدوات، ولكن التوقيت، اختيار التوقيت المناسب لاستخدام هذه الأدوات. العرب لديهم أدوات ضغط كثيرة جدا، ولكن ينقصهم الإرادة الموحدة والاتفاق الموحد على كيفية استخدام هذه الأدوات وآلية استخدام هذه الأدوات يا أستاذ النجوى. محتاجين إرادة سياسية حقيقية. إذا كانت خرجت يعني بيانات من المنظمة يعني بيت العرب اللي هي جامعة الدول العربية، محتاجين تفعيل هذه الإجراءات وهذه القرارات. أنا أشرت لحضرتك إلى الميكانيزم الرباعي اللي هو التعاون مع الاتحاد الأفريقي. طب أنا هقول لحضرتك على شيء يعني يثير الانتباه، بس ده تم خلال حضور السيد الرئيس لجلسات الاتحاد الأفريقي برئاسة مصر. بالظبط. نعم. بالظبط. علشان كده أنا عايز أنقل حضرتك لنقطة تانية غير بيت العرب. حضرتك تعلمي ان هناك تقارب مثلا في او نشاط اسرائيلي متغلغل في القاره الافريقيه بدرجه كبيره جدا، هناك زيارات لبعض الدول رؤساء بعض الدول الافريقيه الى اسرائيل، تشاد ومالي وغيرها، يعني كيف نفسر هذا الامر وكيف نستطيع ان احنا يعني نضغط على هذه الدول لمنع هذا التقارب؟ انا اظن انه نعود للجامعه العربيه، هناك لجنه وزاريه معنيه بهذا. صحيح. التوغل الاسرائيلي في حقيقي. افريقيا. ده حقيقي. بالظبط. بالظبط. دي في لجنه مشكله لمناقشه الانشطه الاسرائيليه والتوغل داخل القاره الافريقيه. اقصد ان هناك تقارب مطلوب ليس من خلال العرب فقط، ولكن من خلال العرب والأفارقة معا لممارسة الضغوط على إسرائيل لكي تعود مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. نعم، وخاصة أن ربما ثلثي أو أكثر الدول الإفريقية دول عربية دكتور حسن. صحيح. صحيح. ربما تصحح لي إن لم يكن أكثر يعني. طيب، يعني الآن الحديث فعلا عن كيفية جلب الأصوات، وأنت تحدثت عن تلك الجزئية، الأصوات الإفريقية حتى لا تذهب لصالح إسرائيل في. صحيح. أي منتدى. صحيح. يعني كيف ترى الأمور في هذا الصدد تحديدا؟ شوفي، أنت عندك يعني فعاليات كثيرة جدا تستطيعين من خلالها أنك يعني تخلقي جسرا بين العرب وبين الأفارقة، ويمكن حضرتك تعلمي أنه في هذه السنة مصر بترأس الاتحاد الإفريقي، فمصر تتحمل عبء كبير جدا في مسألة التقارب بين القارة الإفريقية والأمة العربية علشان نكسب الزخم اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده. تحقيق المصالح، وده الأساس، أنك توجدي مشروعات مشتركة ومصالح مشتركة بين الأمة العربية والقارة الإفريقية تمثل بديلا عما يمكن أن تطرحه إسرائيل أو حتى تطرحه الولايات المتحدة. يعني هو السؤال هنا، ماذا يمكن أن تقدمه إسرائيل للدول الإفريقية؟ تمام؟ ولا تستطيع الدول العربية أن تقدمه لهذه القارة الإفريقية. محتاجين الحقيقة أن احنا ننظر بنظرة أشمل ونظرة أوسع بدرجة كبيرة. كيف نستطيع أن نجتذب القارة الإفريقية بدلا من أن تذهب أصواتها
لصالح اسرائيل بدل من ان يذهب دعمها لصالح اسرائيل. ايه المصالح اللي ممكن نخلقها مشتركه موجوده في القاره الافريقيه؟ ايه الاستثمارات اللي ممكن نعملها؟ ايه الاقتصاد التنموي اللي ممكن نستفيد بيه، خصوصا ان العرب لديهم موارد ماليه موجوده ويمكن الاستفاده منها. هذا التواصل تؤديه مصر بحرفيه شديده جدا. مش واتصالا بهذا الحديث، الحقيقه حضرتك تعلمي انه في الوقت الحاضر في حتى وفد امني مصري موجود في غزه واسرائيل للتهدئه، تمام؟ يعني لنوع من العوده الى مرحله ثانيه بقى، يعني يتسع شويه خصوصا الحصار على غزه، تمام؟ وما يعاني اهلنا في غزه. طب دعنا قبل ان نغادر بيت العرب الجامعه العربيه نشاهد هذا التقرير الذي اعده فريق البرنامج عن الاجتماع الاخير 51% لوزراء الخارجيه العرب. اجتماع الدورة 51% لوزراء الخارجية العرب. على دورية هذا الاجتماع إلا أنه بدأ وكأنه استثنائي بهذا الزخم الذي حظيت به القضية الفلسطينية، حيث جدد العرب تأكيدهم على القضية الفلسطينية كانت ولا زالت قضية العرب الأولى. أن القضية الفلسطينية حاضرة في مكانها في صدارة الأولويات العربية، وأؤكد على هذا لأننا ندرك جيدا أن الاستقرار الدائم في المنطقة يتحقق فقط بتسوية عادلة تفضي إلى إنهاء الاحتلال. وكأنه احتفاء بفلسطين على الرغم من أن جدول الأعمال كان مكتظا بالعديد من الملفات، إلا أن كلمات الوزراء جميعهم لم تخلو واحدة منهم من الحديث عن فلسطين. إذن الصراع العربي الإسرائيلي ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل ملفات أخذت جانبا كبيرا من الاجتماع الوزاري. وهكذا تبقى القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة في أي اجتماع عربي، ويبقى التعويل على مزيد من الدعم العربي الفعال هدفا يسعى العرب إلى تحقيقه على أرض الواقع. عدنا من جديد وأجدد الترحيب بضيف الكريم الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك مرة ثانية. أهلا وسهلا. دكتور حسن، كنت ستتحدث عن نقطة أخرى ربما متصلة بهذا الموضوع وهي الجهود المصرية. صحيح، الجهود المصرية احنا اتكلمنا عن النقطة اللي هي فكرة جسر العلاقات ما بين العرب وما بين الأفارقة من خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وبنشير كمان إلى أن هناك جهود تبذل مصرية لتحقيق التهدئة في المنطقة ورفع الحصار عن قطاع غزة بدرجة كبيرة وإفساح المجال أمام أهلنا اللي بيعانوا بدرجة كبيرة جدا. فهناك وفد أمني مصري حضرتك تعلمي ما بين غزة وما بين إسرائيل للانتقال لمرحلة تانية تسمح بقى بتوفير الكهرباء، تسمح بدخول الرواتب، تسمح بمساحات من المياه للصيد أوسع في حدود 20 ميل كما تصور. يعني هناك جهود مصرية على الأرض، ده في حد ذاته يعني تأكيد على أن القضية الفلسطينية لا تنسى، أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا، ليست قضية مصر فقط ولكنها قضية العرب الأساسية، وكل الجهود تبذل لكي يحقق الفلسطينيون حلم دولتهم بدرجة كبيرة. نعم، يعني ربما سنعود مرة أخرى إلى غزة، ولكن أيضا هناك جهد عربي أوروبي تم في الفترة الأخيرة. كان السيد الرئيس محمود عباس حاضر في شرم الشيخ. صحيح. القمة العربية الأوروبية. صحيح. التي كانت لأول مرة على أرض مصر. صحيح. بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. شوفي، يعني أنا لابد أن احنا نحيي الرئيس محمود عباس لأنه لا يترك منتدى ولا يترك محفلا سياسيا إلا ويشارك فيه ويذكر دائما بالقضية الفلسطينية، ويصر على أن يكون أحد مخرجات هذه القمم وهذه الفعاليات هو تأكيد على عدالة القضية الفلسطينية. ده في حد ذاته مكسب كبير جدا الحقيقة يا أستاذ نجوى، لأنه دائما يذكر المجتمع الدولي بأن عليه واجب وأن لديه دورا لم يؤديه حتى هذه اللحظة، أن هذا الشعب الفلسطيني لم يحقق حلم دولته العادلة منذ سنوات طويلة جدا. التأكيد والمشاورات والكواليس والإعلان أمام الإعلام، كل ده بيكسب القضية الفلسطينية إضافة حقيقية على الأرض، يؤكد أن هذا الشعب سوف يحقق بالفعل حلم دولته يوما ما، يؤكد أن هذا الشعب له قيادة تصر بالفعل وتحترم صموده وتسعى لتحقيق هدفه وهو قيام هذه الدولة. ما حدث أن مصر استضافت القمة العربية الأوروبية زي ما حضرتك تعلمي بين تكتلين كبيرين، ده في حد ذاته إنجاز كبير جدا. أنت بتشتغلي ما بين التكتل العربي والتكتل الأوروبي وتحققي التقارب ما بينهم في قضايا عديدة جدا، قضايا الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، التطرف،
حتى القضايا، القضية بقى العادلة اللي هي القضية الفلسطينية، تأكيد من الجميع على أن هذه القضية لابد أن تجد حلا سياسيا، تأكيد من الجميع أن هناك رفضا لكل الإجراءات والتصرفات أحادية الجانب التي تمارسها إسرائيل، تأكيد من الجميع أيضا على أن إسرائيل قد تجاوزت في حق الفلسطينيين العزل. ولكن يبقى شيء آخر بقى، نحن محتاجين الحقيقة إجراءات على الأرض، محتاجين أدوات ضغط حقيقية. خاصة أيضا أن الرئيس محمود عباس دكتور حسن أكد أن أي تسوية أو أي مفاوضات تكون القدس خارج الطاولة مصيرها سلة المهملات. ده حقيقي. وهنا يعني الحديث أمام الدول الأوروبية بهذه الصراحة وهذا الوضوح وعدم رد فعل سلبي من تلك الدول أيضا في حد ذاته يعني ربما سكوت علامة الرضا. شوفي يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة، في مقولة عجبتني جدا الحقيقة قالها الرئيس عباس، إنه يعني لا يستطيع أن ينهي حياته خائنا كما قال، تمام؟ وبالتالي هو بمنتهى الشفافية وبمنتهى الصراحة هو يعرض، تمام، للقضية الفلسطينية أمام الجميع، لأنها أولا قضية عادلة، لأنها قضية صمود شعب، لأنه مسؤول عن هذا الشعب وعن هذه الأرواح والدماء الزكية التي تراق برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هو يعرض المسألة بكل الشفافية. وزي ما حضرتك قلت كده، إقرار الدول الأوروبية وصمتها على هذا معناه أنها تقر بهذه الحقيقة، بأن الإسرائيليين يحتلون أرضا ليست أرضهم، بأن الإسرائيليين يزهقون أرواح الفلسطينيين العزل، أن المقاومة والصمود الفلسطيني يستحق التحية، أن القضية الفلسطينية لابد أن تجد حلا في يوم ما. نعم. طيب مسألة اللعب على الدور الأوروبي، يعني أعلم أن الدول الأوروبية ربما يعني موقفها أفضل حالا من أمريكا بأي حال من الأحوال، ولكن هي لا تتجاوز خط معين دكتور حسن، أليس كذلك؟ والله شوفي برضو هنرجع تاني للقضية الحقيقية، أنه القضية هي قضية مصالح، قضية سياسية. ماذا بعد؟ يعني كويس أنه بيعرض موقف داعم، ده شيء كويس، لكن لابد ان ده يترجم في صوره تصويت مثلا، تمام؟ انت ما زلت حتى هذه اللحظه اسيره الفيتو الامريكي ضد اي قرار لادانه اسرائيل في مجلس الامن، لا احنا محتاجين الحقيقه انه يبقى في دفع اوروبي لاعاده اصلاح المنظومه الدوليه ككل. حقيقه علشان تقدري تفعلي القرارات اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي، مئات القرارات التي صدرت من مجلس الامن والجمعيه العامه، تمام، ولكن لا تجدي لها تنفيذا على الارض. إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل هذه القرارات، لا، الموقف الأوروبي لابد أن يترجم في دعوات حقيقية لإصلاح المنظمة الأممية حتى نجد طريقا لتفعيل هذه القرارات التي تصدر، ما يبقاش المسألة أسيرة بقى الولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها اللي هي الدول الخمسة الأعضاء الكبرى في مجلس الأمن، لا، محتاجة أنك توسعي هذا الأمر، أن يبقى في دور حقيقي تمارسه الدول الأوروبية، الدول الإفريقية، الدول العربية، كل ده محتاج إعادة نظر في المنظومة الدولية ككل. مش بس كده، المساعدات الاقتصادية الحقيقة حضرتك تعلمي ان الولايات المتحدة اوقفت مساعدتها بالنسبة للأونروا، لا محتاجين دعم اوروبي حقيقي ومن خلال مساعدات اقتصادية للشعب الفلسطيني، لا محتاجة اجراءات على الارض تتجاوز حتى مجرد التعبير. هناك اجراءات على المدى البعيد كما ذكرت في المنظمة الأممية، وهناك اجراءات من الممكن ان تكون على المدى القريب صحيح يقوم بها العرب، كيف يمكن ان يحدث شرخا حقيقيا بين الدول الأوروبية وأمريكا خاصة في هذا التوقيت؟ بصي فكرة انه يحصل شرخ في المواقف دي انا بستبعدها بدرجة كبيرة، يعني فكرة في ارهاصات بتؤكد لا دكتور يعني حسن. بصي في النهاية يعني في تباين للمواقف في عدة، في تباين في المواقف، لكن لا يتجاوز مجرد المواقف، يعني ما بيتجاوز الفكر الى الحركة، تمام؟ ليه؟ في النهاية هناك مصالح متشابكة، في النهاية هي مصالح متشابكة، أنا أظن أنها أقرب إلى توزيع الأدوار منها إلى فكرة، تمام، الشرخ الحقيقي، تمام. أنت ما بتقدريش لأنه أنت عندك دول أوروبية فاعلة، يعني الولايات المتحدة وبريطانيا معلوم أنه هناك تقارب كبير جدا وهناك سياسة واحدة. الموقف الأوروبي يعني له بعض الإيجابيات، حتى بريطانيا يعني تعارضت مع الإدارة الأمريكية في كثير من المواقف منها نقل السفارة. شوفي برضو حتى ده وألمانيا أيضا يعني، تمام، حتى ده في النهاية، تمام، لا نستطيع أن نعول عليه بدرجة كبيرة، نستطيع استغلاله ولو مرحليا وقتيا، لكن على المدى البعيد لابد أن يكون فيه بالفعل اعتماد على أنفسنا أولا، اعتماد على العرب بدرجة كبيرة جدا. أنا مش هأعول على العامل الخارجي لأن أعلم جيدا أن الأطراف الخارجية لها مصالحها ولها حساباتها، لكن اللي ما لهمش حسابات حقيقية بقى اللي لهم مصلحة في الأمن القومي العربي هم العرب الحقيقه، تمام. اذا كنت عايزه تعولي يبقى لابد ان تعولي على العرب في الاساس، لانه القضيه الفلسطينيه هي قضيه الامن القومي العربي ليست قضيه الامن الاوروبي،
إذا وجد أن القضية الفلسطينية دي في تصفيتها مصلحة للأمن الأوروبي بالتأكيد لن يتوقف، مش حي يعني مش هيتردد لحظة واحدة. لكن مين اللي قضيته الأساسية؟ هم العرب، هي قضية أمن قومي عربي بكل تأكيد حقيقي. ولكن حتى يعني السيد أحمد أبو الغيط في اجتماعه بوزراء أو اجتماع وزراء الخارجية العرب أكد أن مسألة يعني ترك القضية الفلسطينية هكذا بدون حل بدون مفاوضات سياسية تفضي لحل عادل هو خطر أيضا على الدول الأوروبية أو على العالم بأسره. يبقى من باب أولى أن أنا أشوف بيت العرب، أشوف العرب بقى إذا كان هو خطر زي ما بيقال على تمام الدول الأوروبية، تمام هو خطر كمان على الأمن القومي العربي. يعني أولى بالعرب أن يبدأوا بأنفسهم قبل ما أعول على أطراف خارجية. أنا أستطيع أن أستفيد من أطراف خارجية مرحليا زي ما قلت لحضرتك، لكن على المدى الطويل أنت محتاجة دعم استراتيجي من العرب. طيب يعني سؤال ربما يكون صريحا، ما الذي يكبل إرادات العرب؟ دايما بتسألين أسئلة يعني شوفي العرب في 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 لحظة من اللحظات يعني زي ما قلت لحضرتك كده سياسة الإلهاء الانشغال بالأوضاع الداخلية تمام خلى الأولويات تختلف في لحظة من اللحظات، وخلى فكرة المصالح القطرية تمام هي اللي بتبدأ في المقدمة يعني تأتي في البداية تمام. أعتقد أنه النهاردة بعد حالة من حالات يعني نوعا الاستقرار النسبي اللي ممكن نتكلم عنه في سوريا في العراق في ليبيا محاولات كده، يعني أعتقد أنه الأمور بدأت تهدأ بالضبط، بدأت تهدأ. علشان كده قلت لحضرتك أن الجديد في التوقيت، أنه في هذا التوقيت إحنا بدأنا بقى ننظر إلى أنه كمان القضية الفلسطينية لا يمكن إغفالها تمام. احنا اهتمينا بالشؤون الداخلية العربية صحيح، لكن القضية الفلسطينية لا يمكن اغفالها لانه في النهاية التأثيرات السلبية على الجميع، ليس على الفلسطينيين وحدهم ولكن على العرب جميعا. فاعتقد انه او اتصور او اتمنى يعني خلينا واضحين، اتمنى انه تكون القمة العربية القادمة يعني بابا يجتمع من خلاله العرب بإرادتهم جميعا على أوراق ضغط حقيقية وأجندة واضحة زمنيا تدفع في اتجاه المسار السياسي وفق المرجعيات القانونية ووفق مبادرة السلام العربية التي أقرها الجميع. ربما أنا أتعشم من العرب لأنهم أهلي بالأخير دكتور حسن، وأطالبهم بالمزيد من الدعم لقضية عادلة وقضية أمن قومي عربي. أيضا كان هناك اجتماع للبرلمانيين العرب، والبرلمان دائما هو مرآة للشعوب. صحيح. هل تعتقد أن الاتحاد البرلماني العربي في اجتماعه الأخير بالأردن واتخذ القدس وفلسطين أيضا محور اهتمامه وشعارا له، لبى أو عكس هذا الاهتمام الشارع العربي بالقضية الفلسطينية؟ علشان كده تيار التفاؤل اللي موجود عند حضرتك ده بيسري عندي دلوقتي، يعني فكرة التفاؤل دي تمام سواء من خلال اجتماع وزراء الخارجية أو من خلال اتحاد البرلمان العربي أو حتى قمة التعاون الإسلامي اللي عقدت في الإمارات تمام، كلها الحقيقة بتصب في اتجاه واحد، تصب في اتجاه إن احنا بدأنا الخطوات الأولى للوحدة العربية الحقيقية حول هذه القضية. بدأنا خطوات حقيقية ان احنا نستثمر اوراق الضغط الموجودة، بدأنا خطوات حقيقية ان احنا نعيد ترتيب الاولويات ونتأكد ان القضية الفلسطينية العادلة هي قضية الامن القومي المركزية للعرب جميعا تمام. يعني اتصور انه كل هذه الفعاليات ترجمت امنياتنا بدرجة او باخرى. ما اتصوره بقى انه نجد لهذا الامر صياغة حقيقية من خلال القمة العربية، يعني ننتظر هذه القمة العربية لأنها قمة. ولكن كان هناك خلاف حتى في الاتحاد البرلمان العربي على مسألة التطبيع، لنكون صرحاء دكتور حسن. أي. حتى يعني مطالبة وزير الخارجية الفلسطيني في اجتماع الدورة 151 لوزراء الخارجية العرب بتفعيل قرارات قمة الأردن التي خرجت بقرار يعاقب من يقوم بالتطبيع بلا شرط ولا ثمن. يعني أتفهم بعض الدول لديها تطبيع لأمور واتفاقيات بينها وبين إسرائيل. أنت عند حضرتك كمان قرار القمة التنموية العربية اللي عقدت في بيروت. نعم. مش في قرارات باستخدام أدوات اقتصادية معينة وآليات اقتصادية معينة، كل ده محتاج تفعيل يا أستاذة نجوى. الحقيقة إحنا عندنا قرارات كثيرة جدا وعندنا أدوات كثيرة جدا، لكن تنتظر بالفعل التنفيذ، تنتظر الإجابة على السؤال اللي حضرتك سألتيه، الإرادة السياسية العربية الموحدة. محتاجين الحقيقة زي ما الأوروبيين والأمريكان بقول لحضرتك بيوزعوا الأدوار، إحنا كمان محتاجين نوزع الأدوار باحترافية شديدة جدا لصالح القضية الفلسطينية. أنت محتاجة النهاردة تحددي جدول زمني
وتحددي هتستخدمي انهي ادوات في هذا الجدول الزمني علشان تحققي هدف وتتابعي تحقيق هذا الهدف. القياده الفلسطينيه تمارس ادوارها الدبلوماسيه والسياسيه، لا تالو جهدا، لا تترك فعاليه زي ما قلت لحضرتك ولا منتدى الا ما تذهب اليه وتعرض القضيه الفلسطينيه تمام باعلى درجات الشفافيه ويعني دون ان تهاب من اي شيء، تمام؟ مطلوب ايضا ان يكون هناك دعم عربي، القضيه الفلسطينيه صامده ولكن سوف يستمر صمودها ايضا بالدعم العربي الحقيقي. ده حتى شبكه الامان العربيه التي تم الحديث عنها يعني منذ سنوات طويله لم يصل للفلسطينيين بالزبط. منها جزء. جزء يعني بالزبط. حتى العامل الاقتصادي الذي من السهل ان يوفره العرب لا يتم بالشكل المطلوب، خاصه في ظل ما يحدث حتى من قبل اسرائيل يعني وقرصنتيها يعني الأخيرة. هو مش تبرير مني، لكن انا اتفهم انه هناك دول تقدم وتتي مستحقاتها حتى المساعدة. لا تكون الصوره ده حقيقي يعني سوداء. وخلي بال حضرتك من شيء برضو، انت الظرف اللي بتمر بيه الامه العربيه كلها تمام، يعني فرض اعباء اقتصاديه كثيره على دول متعدده تمام، وفكره مكافحه الارهاب ومكافحه التنظيمات المتطرفه والحاجه الى اعاده البناء والتنميه، كل دي بتستلزم يعني موارد اقتصاديه كثيره جدا، يعني ده مش تبرير لكن تمام يعني جزء منه يعني يفسر ليه التلكؤ احيانا مش عن عمد، لا يعني عن اسباب قد ترتبط بظروف واقعيه اكتر منها ايرادات زعماء او قاده. لكن ما نتمناه زي ما قلت لحضرتك كده انه حاله التهدئه او حاله الاستقرار النسبي اللي احنا بدانا نشهدها شويه دلوقتي تمام، انها تترجم او تنعكس في دعم اقتصادي، دعم سياسي تمام، ضغوط على دول كبرى. اعتقد ان ده ممكن يتحقق اذا اجتمعت واذا اتفقت الايرادات العربيه. طيب يعني دعنا نتحدث عن شق اخر له علاقه ايضا ب أولويات القضية الفلسطينية، وكما يعني نتحدث عن ضرورة أن يهتم العرب أكثر من ذلك بالقضية الفلسطينية، أيضا يعني حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وما تقوم به من أعمال يعني مشينة داخل قطاع غزة ومحاولاتها الأخيرة اغتيال أحد قادة حركة فتح. شوفي يعني أنا أتعجب الحقيقة، يعني أنا بتعجب من يعني إصرار حماس على الخروج عن الإجماع والانقلاب على السلطة الوطنية الشرعية. يعني أنا أتعجب من إصرار على مصالح شخصية على حساب جثة الوطن كما يقولون. أتعجب الحقيقة، يعني يمكن حضرتك بتشيري إلى يعني محاولة اغتيال عضو حركة فتح، يعني هو يضاف إلى سجل إجرامي كبير أبو ماهر حلسة بالظبط يضاف إلى سجل إجرامي. قبلها كان محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس الاستخبارات، حتى الهاشتاجات المشينة بحق الرئيس محمود عباس التي يعني تساوت مع ما قام به المستوطنون من تعليق لاصقات مشينة بحق السيد كل الرئيس. كل دي أنشطة إجرامية الحقيقة، أنا لا أجد وصفا لها سوى ذلك. يعني لأنها يعني مش بس بقى يعني تنتهك حرمة الوطن وتؤثر على اللحمة الفلسطينية ويعني تكرس حالة الانقسام، لا هي إجرام حقيقي، هي إجرام يستحق العقاب الحقيقة. تمام، طبعا حضرتك تعلمي انه في محاولات النهارده لتحقيق التقارب في حنا ناصر بيصل علشان دعوه الرئيس محمود عباس الى اجراء انتخابات تشريعيه، وكان في يعني ردود من حماس على انه يتزامن الانتخابات التشريعيه مع الانتخابات الرئاسيه. انا برضو يعني لا افهم لماذا تصر حماس على ان تضع العرب امام الحصان. يعني طب ما احنا ممكن نبدا هي مساله الهاء دكتور حسن، يعني الحقيقة. حتى محاوله الاغتيال انا طبعًا. اراها نوع من انواع الالهاء طبعًا. يعني عندما يعني في كل مره تحصل فلسطين دولة فلسطين على مكاسب تقوم حماس بفعلة تلهي الإعلام، تلهي العرب بفعلة مشينة نتلهى بها يعني أنا أتصور قليلا. أنا أتصور أنه إذا كانت حماس يعني تبيع نفسها لمن يدفع تمام، فالأولى بها أن تبيع نفسها إلى السلطة الفلسطينية، يعني الأقرب أنها تبيع نفسها للسلطة الفلسطينية، يعني تبيع لمن يدفع. السلطة الفلسطينية مستعدة أن تستوعب الكل، وإصرار الرئيس عباس على أنه لا دويلة في غزة ولا دولة بدون غزة تمام مش هيحصل. والمال اطلق. مش بس هدفها المال، بس هي عايزه اماره. كويس فده مش هيحققه لها السيد الرئيس، هي تبيع نفسها للشيطان. كويس لن تبيع نفسها لكن للرئيس. انا اظن انه حتى فكره المال مسيطره بدرجه كبيره، وحضرتك تعلمي ان الاموال اللي بتدخل في حقائب تمام من الدول بالظبط من دول يعني اخرى تمام كلنا بنشهدها يعني تمام. فالاولى انها يعني تعود مره اخرى الى الصف الفلسطيني، يعني لا اتصور ابدا ان كل هذه الجهود ونجد حائط صد امامنا تمام. حماس مصره على الاجرام، حماس مصره على النشاط الانقسامي، حماس هي احد معوقات
يعني تحقيق نجاحات إضافية في هذه القضية الفلسطينية. ما يبذله الرئيس عباس من ناحية يعني تميل حماس إلى تبديده من ناحية أخرى، ده ليس في صالح لا حماس ولا في صالح القضية الفلسطينية ككل. يعني أظن إنه كمن يأتي بمعول دكتور حسن ويحاول هدم ما يبنيه الرئيس القيادة 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 الفلسطينية، يعني تذهب من شرق العالم إلى غربه تمام، وتجدي يعني إجرام من حماس لتبديد هذه الأنشطة لصالح مين؟ وتجد حقيقة. صرخات من حماس أن هذا الرئيس لا يمثلنا لصالح يعني يستقبل في أكبر المحافل الدولية والعربية بالزبط. ثم اقرأ يا فندم، هو أكتر من كده، أكتر من أنه رئيس مجموعة 77 والصين. نعم والصين، يعني أكتر من كده إيه؟ يعني أنا ما يهمنيش حماس النهاردة أنها تعترف بأن الرئيس محمود عباس هو الرئيس الشرعي، العالم كله بيعترف، يعني مش هيمثل إضافة حقيقية ليا أنه حماس تقر بأن الرئيس عباس، لأن العالم كله يقر ويحترم الرئيس عباس كقيادة فلسطينية. هو من يحاول أن يعني يغطي الشمس بغربال للأسف الشديد. للأسف الشديد يعني أتمنى أنه يعني الوفد المصري ينجح، ويمكن حضرتك تعلمي أنه كان في تفاهمات تم توقيعها واتفاقيات تم توقيعها، ولكن حماس يعني معتادة على أنها لا تلتزم بأي اتفاقات يتم التوصل ربما إليها. لم يتم الضغط عليها بالصورة التي تجبرها على يعني أن ترتدع دكتور حسن. هذا مش محتاجة ضغط. لا لا لا، نحن بحاجة إلى الجامعة العربية مرة أخرى أن تضع الجميع أمام مسؤولياته فيما يتعلق بهذا الانقسام البغي. يا أستاذة نجوى، يا أستاذة نجوى معلش، يعني الانقسام الفلسطيني يضر الفلسطينيين أكثر من غيرهم تمام. يعني أنا أظن أنه أنا محتاج أضغط على الفلسطيني، على حماس تحديدا، يعني علشان أقول لها والله أنه هذا الانقسام يضرك تمام. يعني مش معقول، يعني لابد أنه الناس تعود إلى وجدها. لا لا معلش، هو هي حماس مضارة؟ حماس مش مضار يا دكتور حسن، حتى الذي أضير هو القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المحاصر. حماس حتى اللي في غزة ليست مضارة حتى تمام. الآن تمام كويس قوي. هنضغط على أطراف إقليمية لا تقدم الدعم المالي نعم تمام، علشان تشعر حماس بالفعل بأنها تمام مضارة. لكن في الأمد الطويل الحقيقة حالة الانقسام دي لا تفرز دولة أبدا. يعني إذا كان بقى هدفها فكرة الإمارة زي ما حضرتك بتتكلمي، يبقى هيستمر وضع الانقسام كما هو. إذا تنبهت أنه الهدف الأساسي هو هدف إقامة دولة برئيسها الرئيس محمود عباس، يبقى أظن أنها قد تعود إلى جادة الصمت. وأنت ترى أن حماس كيف تفكر لغاية دلوقتي؟ طبعا فكر الإمارة يسيطر عليها بكل تأكيد يعني نعم. طبعا طيب طبعا. يعني وأيضا يعني يعني حتى لو أعلنت حماس أنها ضد صفقة القرن، ولكن ما تقوم به على أرض الواقع بالضبط الإجراءات، يعني عندما تحدثت في البداية عن الكلمات شيء والأفعال صحيح. شيء آخر صحيح. في يعني. فجوة كبيرة، وفي فجوة كبيرة، وعدم الالتزام كمان، عدم الالتزام بما يتم التوصل إليه من اتفاقات أو تعهدات أو غيره تمام. يعني إحنا بنتهم إسرائيل بأنها لا تلتزم بتعهداتها، لا حماس أسوأ من ذلك بكثير، لأنها لا تضر نفسها بل تضر الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يبحث عن حقه منذ سنوات، تضر السلطة الفلسطينية التي تكافح لكسب مزيد من النجاحات السياسية والدبلوماسية على الأرض لرفع اسم فلسطين. يكفي قوي ان علم فلسطين تمام يرفرف في المحافل الدوليه يا استاذه نجوى، يكفي يحسب للرئيس محمود عباس انه نجح في ذلك بكفاءه عاليه. بكل تاكيد يعني عندما نتحدث عن حماس، لماذا يعني لم ترد ان يتم الضغط من خلال الجامعه العربيه، من خلال القمه العربيه، وهناك من الدول موجود داخل تلك الاجتماعات ليحدثنا عن مبرراته في دعم وجود إمارة في غزة؟ ده حقيقي، ما هي برضو دي بتدوري حضرتك بقى عن حالة الانقسام اللي موجودة. هناك دول تبحث لنفسها على أن تكون رقما صعبا في المعادلة العربية ككل، دول تتجاوز يعني بتصرفاتها قدرتها الحقيقية على الأرض، دول تحاول أنها تبقى قوة إقليمية دون أن تكون لديها الإمكانيات. فهي بتعمل إيه؟ بتغذي حالات التوتر اللي موجودة، وتغذي حتى شهوة السلطة اللي موجودة لدى قادة حماس علشان تنشئ هذه الإمارة كما تتحدثين حضرتك. للأسف الشديد اجتمعت إرادات الشياطين على هذا الأمر. أنا أتصور أنه إحنا محتاجين بالفعل، يعني إحنا عندنا يعني الدول العربية في مجملها ترفض فكرة تمويل فكرة الإمارة وغيرها تمام. وأظن أنه ممارسة الضغوط ده مطلوب، يمكن القمة العربية زي ما قلت لحضرتك كده أنا أعول عليها الحقيقة بدرجة كبيرة، تنجح في يعني تصويب الأمور أو إعادة الأمور إلى نصابها. يعني عندما الدول العربية تعرف وتعلم وتقدر السيد الرئيس محمود عباس وهو الرئيس الشرعي للبلاد، بأي حق أن تذهب دولة ما أيا كانت لتعطي أموال لفئة انقلبت على الشرعية
وتغذي الانقسام. يعني هناك رئيس شرعي، إذا أردت أن تساعدي الشعب الفلسطيني وتقدمي لهم المعونات الإنسانية، لأن يعني قلبك ضعيف أمام تلك الأنات الفلسطينية، لتذهبي إلى السلطة الشرعية، المصادر الشرعية. طبعا المصادر الشرعية، طبعا المصادر. ما هو للأسف هو ده مش هدفها، مش هدفها فكرة رفع المعاناة الحقيقية عن الشعب الفلسطيني، ولكن زي ما قلت لحضرتك كده إذكاء شهوة السلطة لدى هؤلاء الأشخاص اللي بيتحكموا في حركة حماس، ويتحكموا في قطاع غزة، ويتحكموا في مصائر ناس للأسف الشديد. زي ما قلت لحضرتك كده، علشان يظل اسم هذه الدولة يتردد بأنها تدعم، تمام، وجود هذه الإمارة ووجود هؤلاء الأشخاص في الحكم وفي السيطرة. دي أيضا نزعات للأسف الشديد يعني مرتبطة بالشخصيات الموجودة في الحكم، سواء كانت في حماس أو موجودة في الدولة التي توفر الأموال بالنسبة لها. للأسف الشديد يعني نقع فريسة أشخاص ليسوا أسوياء، وإنما يبحثون عن مصالح شخصية انعكست على الصورة السياسية ككل. نعم، دعنا نتحدث عن أهمية ما قام به السيد الرئيس من إجراءات وتسليط المزيد من الضوء الأحمر أن غزة ليست قضية إنسانية. شوفي، يعني أعتقد أن الرئيس أكد أكثر من مرة أنه يتم المتاجرة بهذه القضية من خلال حركة حماس، وأن الذي فرض الحصار وأن الذي تسبب في الحصار وأن الذي تسبب في المعاناة الحقيقية في غزة هو انقلاب حركة حماس على الشرعية، وإصرارها على هذا الانقلاب لسنوات طويلة، ورفضها لكل الحلول التي قدمها السيد الرئيس محمود عباس. الرئيس محمود عباس حضرتك تعلمي قدم يده بالسلام أكثر من مرة لحركة حماس، ودعاها إلى العودة إلى النسيج الوطني الفلسطيني، هي التي تأبى دائما العودة إلى هذه اللحمة الفلسطينية لإصرارها على شهوة السلطة. لابد أن نكرر أن ما يعاني أهلنا في غزة، وبالمناسبة الرئيس عباس أعلن مسؤولياته الدائمة عن أبنائنا في غزة وعن شعب في غزة، ده بالفعل الرئيس الذي يدرك معنى مسؤولياته، ولكن في ذات الوقت أوضح حقيقة الصورة، وأن سبب المعاناة هو حماس، سبب المعاناة هو إجرام حماس، سبب المعاناة، وأظن أن أهلنا في غزة يعلمون جيدا سوء المعاملة اللي بيواجهوها من ميليشيا حماس اللي موجودة بأكثر من صورة. هل آن الأوان أن نعول على الشعب الفلسطيني في غزة أن يعني تكون الصورة وضحت له أكثر، من الذي تسبب في معاناته كل هذه السنوات الطويلة وهذا الانقسام البغيض وهذه يعني قضيته التي دفع الغالي والثمين من أجلها تهدر على يد فئة مارقة في حركة حماس؟ أنا أظن أنه الأمور يعني شارفت على الوضوح، يعني أنا أظن أنه المعاناة الشديدة واستمرارها لسنوات منذ الانقلاب يعني باتت الآن من 12 سنة بالضبط، يعني باتت يعني قاب قوسين أو أدنى كما يقولون من أنها يعني يتحقق بقى انفجار كبير جدا ضد هذه الفئة المارقة التي تسيطر بالحديد والنار وتسيطر دون وجه حق وتتسبب في معاناة إنسانية يتم المتاجرة بيها. أنا عايز أسأل سؤال الحقيقة يا أستاذة نجوى، أين تذهب الأموال التي تحصل عليها حركة حماس؟ هل هي تذهب لصالح الشعب الفلسطيني في غزة أم تذهب إلى جيوب قادة حركة حماس؟ تمام، دول مش بس يعني لابد أن يحاسبوا بتهمة الإجرام وبتهم الفساد، لا ده لابد من تعليقهم في مشانق الحقيقة، ده وجهة نظري، لأنه ما اقترفوه ليس في حق شخص، المعونات حق شعب بأكمله. الإنسانية اللي كانت بتدخل من بعض الدول يا دكتور حسن كانت بتاخدها وبتبيعها تاني للشعب. بالظبط بالظبط، المعونات بالزبط التي المتاجرة كانت عشان كده بقول لحضرتك المتاجرة بقوت الشعب. أنت محتاجة الناس دي تشنق في ميادين عامة لتكون عبرة لغيرها الحقيقة، وأظن أن هذا الأمر بات قريبا بدرجة كبيرة جدا. أظن أنه حالة المعاناة الشديدة اللي بيعانيها أبناء شعبنا في غزة، تمام، يعني هتدفع إلى حالة من حالات الانفجار. أظن أنه سوء المعاملة، يمكن حضرتك تابعتي الفيديوهات اللي بتطلع عن بترتكب ميليشيا حماس ضد أبناء الشعب في غزة ومحاولات الاغتيال المختلفة، كل ده الحقيقة لابد أن يجد حسابا له في القريب العاجل. وأظن أنه العالم كله أدرك الآن أين تقف حماس، هي تقف في خندق آخر تماما بعيدا عن حقيقة القضية الفلسطينية، هي تقف في خندق المصالح الشخصية وشهوة السلطة والتي بات لها أن تنتهي. نعم، وهي تريد كما ذكرت دكتور حسن أن تمرر صفقة القرن بشكل أو بآخر لأن فيها مصلحة لها. شوفي أنا لا أظن هذا الكلام، طول ما فيه شعب فلسطيني صامت. لا هي تريد، يعني هي تريد، هي ماشي، تريد شيء وتحقق شيء آخر. تريد، ما هي بتريد حاجات كتيرة، تمام، لكن أنا أظن أنه طول ما فيه شعب فلسطيني صامت سواء في غزة أو في الضفة،
وطول ما في رئيس اسمه محمود عباس أنا لا أتصور إطلاقا أن هذه الصفقة سوف تمر مهما كانت الضغوط. أنا أثق ثقة كبيرة جدا في حكمة الرئيس عباس وفي صمود الشعب الفلسطيني. لا أتصور أبدا أن هذه الضغوط التي تمارسها قوى مختلفة لمصالحها، سواء تشابكت بقى مع حماس، تشابكت مع دول أخرى عربية، تمام، لا أتصور أنها سوف تؤتي ثمارها على الإطلاق، لأنه في النهاية حائط الصد الذي يقف هو الشعب الفلسطيني الصامد، الشعب الفلسطيني الذي ضحى بدمائه على مدار سنوات طويلة، مش هيجي النهاردة يضيع هذا الجهد كله لتمرير صفقة القرن في مقابل مساحة أو قطعة من الأرض، لن يضيع حقوق اللاجئين وحفنة بالضبط، لن يضيع حقوق اللاجئين، لن يضيع القدس الشريف. أنا لا أتصور إطلاقا أن الرئيس عباس طول ما هو قائم على رأس هذه السلطة سوف يمرر هذه الصفقة على الإطلاق. بكل تأكيد كما ذكرت يعني أن السيد الرئيس له قلب ثائر وعقل حكيم وتفكير مؤرخ، فربما الشعب الفلسطيني فعلا محظوظ برئيسه. ده حقيقي، ده حقيقي، وأظن أنه انتهاز هذه الفرصة أعتقد له ما بعده. النهاردة محتاجين بالفعل الكل يقف، واسمحي لي ان انا اوجه هذه الدعوه تفضل. الى جموع الشعب الفلسطيني ان يقف خلف رئيسه، خلف قيادته الشرعيه، خلف قيادته التي تمثله في العالم كله وتلقى كل الاحترام في المحافل الدوليه. هذا الدعم الفلسطيني للرئيس يحقق نجاحات حقيقيه لا يدركها الفلسطينيون الا بعد امد طويل ان شاء الله. في الاخير اوجه التحيه للدكتور حسن سلامه استاذ العلوم السياسيه. شكرا يا دكتور. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. دمتم بخير. We'll be right back.